كردستانيا أيضا، ولكن في شأن منفصل وضمن برامجها لتقديم المساعدات الغذائية على الأسر المتعففة والمحتاجين خلال الشهر الفضيل، وزعت مؤسسة بارزان الخيرية في محافظة حلبجة 500 سلة غذائية على ذوي الشهداء وضحايا القصف الكيماوي وذوي الاحتياجات الخاصة. لاستمرار توزيع المساعدات للمؤسسة البارزانية الخيرية من محافظات والأقضى النواحية من أقليم الكردستان، اليوم وزعنا 500 سلة مواد الغذائية من مركز محافظة حلبجة. المواد الغذائية مشمل العائلات الضحايا والعائلات الفقير ذوي الاحتياجات الخاص، واستلمنا القائمة من إدارة المحلية GCC والمنظمات الأخرى من محافظة حلبجة تابعة المعوقين وذوي الاحتياجات الخاص، استلمنا القوائم من منظمات المعينة. برنامجنا مستمر من خلال هذا الشهر رمضان الفضيلة استمرارية من أول من بداية رمضان حتى نهاية رمضان لتوزيع المواد الغذائية حتى العوائل الفقير والمحتاجين اشترك في هذا السلات الغذائية مشتركين. إن شاء الله استمرار المواد الغذائية للمساعدات مؤسسة البرزانية من بداية شهر رمضان حتى نهايته، حتى عيد شهر رمضان المبارك إن شاء الله.